نروح للنادي الاهلي طبعا بيستعد بكل قوه، طبعا بنستأنف تدريباتنا ان شاء الله يوم السبت اللي جاي، خدنا راحه كان اللعيبه يعني محتاجه هذه الراحه، الموسيماني اعطاها للعيبه طبعا بعد الفوز على طلائع الجيش في نهايه مسابقه الدوري الممتاز. معانا تقرير، نشوف تقرير عن عوده المارد الاحمر لتدريباته استعدادا ان شاء الله للمباراه يوم 27 نوفمبر. الاهلي كيان، الاهلي رمز، الاهلي عظيم، الاهلي الكبير، الاهلي العظيم، الاهلي زعيم افريقيا، الاهلي بطل افريقيا، الاهلي ملك افريقيا. لا وقت للراحه، شعار رفعه الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي استعدادا للتحديات التي تنتظره في الفتره المقبله، سواء في بطولة كأس مصر أو الموقعة المرتقبة أمام الغريم التقليدي الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم 2019-2020. ورسم الأهلي بورتري رائع في مباراة الدور قبل النهائي بعد أن تغلب على منافسه الوداد البيضاوي المغربي ذهابا وإيابا ليحجز مقعده بكل جدارة واستحقاق في المباراة النهائية للبطولة القارية التي يترقبها عشاقه ويهتفون دائما للاعبين التاسعة يا أهلي. وعقب مباراة الإياب التي انتصر فيها الأهلي على بطل المغرب بنتيجة 3-1، منح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لاعبي الفريق راحة لمدة 6 أيام من أجل التقاط الأنفاس بعد موسم شاق وطويل على الصعيدين المحلي والقاري، وينتظر أن يستأنف الفريق تدريباته من جديد يوم السبت المقبل وسط حالة من الجدية والتركيز والابتعاد عن كل المؤثرات التي قد تشتت تركيز اللاعبين، وذلك قبل 20 يوما من المباراة النهائية للبطولة أمام الزمالك. وضع بيتسو موسيماني خطة متكاملة من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين وجاهزيتهم الفنية والبدنية في الفترة الحالية، خاصة مع طول الفترة بين مباراة الأهلي الأخيرة أمام الوداد والمباراة النهائية للبطولة، وذلك حتى يظهر الفريق على الصورة الفنية والبدنية الرائعة التي كان عليها قبل قرار تأجيل المباراة النهائية. وسيعمل بيتسو موسيماني على رفع الحمل البدني للاعبين عقب عودة التدريبات بعد فترة الراحة من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية، كما كلف مساعدي بمراقبة سداسي المنتخب الوطني المصري محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السلية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة الذين انضموا لصفوف المنتخب في الساعات الماضية، وتقديم تقرير له عمن سيشارك منهم في مباراة المنتخب أمام توجو يومي 14 و17 من الشهر الجاري. كما بدأ موسيماني في دراسة منافسه في النهائي الإفريقي فريق الزمالك بشكل دقيق من خلال مشاهدة مباريات الفريق الأخيرة في بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا من أجل تحديد نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس ووضع الخطة المناسبة للمباراة وتحفيظها للاعبي خلال الأيام المقبلة. الأهلي بات على بعد خطوة واحدة مصيرية من الحلم الكبير الذي تنتظره جماهيره بحصد لقب البطولة للمرة 9 في تاريخه بعد أن حقق اللقب من قبل 8 مرات آخرها عام 2013، وذلك خلال 12 مرة تأهل فيها الفريق للمباراة النهائية للبطولة. الأهلي كيان، الأهلي رمز، الأهلي عظيم، الأهلي الكبير،